بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أخي الرئيس، هناك العدد الكثير من الرسائل الواردة لمناقشتها، وجميع الرسائل مهمة، وعلى رأسها رسالة تعني بقضايا حقوق الإنسان. وأعتقد علينا جميعاً أن نعتني في قضية حقوق الإنسان، ولا بد أن يكون الإنسان محترم ونحترم آدميته في الكويت. وبالتالي لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة أعتقد عليه أن يقوم بمسؤوليته في زيارة أماكن الحجز، السجون، أماكن المتعلقة بالإصلاح سواء الأحداث وغير الأحداث، بحيث نرى مدى الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع الموقوفين والمسجونين. وبالتالي كانت هناك فكرة إعطائهم الحق الدخول في هذه الأماكن بدون إذن وتنسيق مسبق مع الجهات المعنية، بحيث تكون الجهات ملتزمة في تطبيق هذه الضوابط المتفق عليها من خلال اتفاقيات الدولية التي تعني بقضايا حقوق الإنسان. هذا جهة. الجهة الثانية أو الرسالة الثانية هي رسالة لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، التي تطلب منها تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية بملاحظات ديوان المحاسبة وتحويلها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد. لا شك أخي الرئيس، في ظل هذه الظروف، التعليم هي الركيزة الأساسية في تطوير أي بلد. وبدون تعليم متميز وبدون مناهج متميزة لا يمكن أن تكون هناك إصلاح، ولا يمكن يكون عندنا جيل مثقف واعي متعلم يعلم ما يدور حوله وبالتالي يتحمل مسؤوليته. هذا الشيء يتحتم أن يتفرغ وزير التربية والتعليم لموضوع التربية والتعليم، بحيث يعطي جل وقته لهذه القضية. شخصياً لا أرى اهتمام من الأخ وزير التربية والتعليم في إعطاء التعليم الأهمية الكافية والوقت الكافي. أنا أعتقد جزء كبير من وقت وزير التربية والتعليم يكون في المهمات والخارجية وفي السفرات وفي حضور المؤتمرات، وأنا دائماً أطلق عليه أنه هو وزير دولة للشؤون الخارجية وليس هو وزير التربية والتعليم في هذا الجانب. فبالتالي رئيس الوزراء موجود سموه، لو يحصر زيارات ومهمات وزير التربية لخارج الكويت أكثر من وجوده داخل الكويت. هذا الشيء. الشيء الثاني، الملاحظات الواردة بالنسبة للبعثات الدراسية سواء للطلبة أو الموظفين. واضح اليوم أن بالنسبة للموظفين الدولة اللي موجودين على رأس عملهم، هنا غياب الضوابط الواضحة. العديد من بعض الوزراء، بعض النواب، بعض كبار موظفين الدولة حصلوا على شهادات عليا في الماجستير والدكتوراه وهم على رأس عمله. شنو هذا معناته؟ مؤشر خطير بأن الكل يسعى أن يأخذ شهادة ماجستير والدكتوراه لأسباب الله أعلم فيها. وهذا الشيء سهل، والكل قاعد يلاحظ اليوم أن الكل قاعد يحصل على هذه الشهادات وبدون وجود ضوابط، وهذه آفة كبيرة في البلد اليوم. من يتربع على ويتصدى على إدارة شؤون البلد، بعضهم يحملون شهادات مزورة، شهادات مضروبة، وهذا واضح سواء من لجان التحقيق أو من مقابلة الصحفية والإعلامية والتلفزيونية الذي حصل مع الأخ وزير التربية والتعليم، اللي يثبت فيها ويعترف أن المسؤولين ودكاترة في الجامعة والتطبيقي شهاداتهم مضروبة وحاصلين عليها من جهات غير معترف فيها. طيب العمل شنو؟ قاموا مجموعة من أخ الرئيس من دكاترة الجامعة والتطبيقي بطلب لجنة تحقيق في هذه الشهادات. تدري شنو صار؟ قاموا شكلوا لجنة تحقيق مع الدكاترة اللي يطالبون في التحقيق في الشهادات المزورة. هذا مؤشر خطير.